دخلت الركعة لازم الثالث من شروط الصلاة. الثالث من شروط الصلاة التمييز. ما هو التمييز؟ نعم، ما هو التمييز فقط؟ تمييز مالت ترقمو من دنو مليت مالت. هل التمييز هو البلوغ؟ لا لا. نعم تمييز مالت ترقمو من دنو لا ترجم تمييز بلو مالت لقمة دم مرس مالت نو. لا، ليس التمييز هو البلوغ. يخطئ كثير من يترجم يقول التمييز هو البلوغ، خطأ كبير. يا تككلن يا ترقم أدلم يا أحمد دم الرسول مالك. التمييز هو التفريق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء وهذا نار مثلا. تمييز مالك مليت مالتنا إساتنا وهان مليبا. تقول له قم يقوم، قم ستلاو يملكوا، اجلس يجلس، تكمل ستلاو يكمل. إذن هذا مميز فصلاته صحيحة. إيه يا مليس صلاة الله كبرى صحيح. هل تصح صلاة الصغير؟ يهد أن صلاة صغيرة قادتان. من يعرف؟ أوقف، يقول نعم خطأ، يقول تصح صلاة الصغير خطأ. نعم لا تصح صلاة الصغير خطأ. نعم لا 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 خليك واقف. نعم يقول إذا كان يميز فصلاته صحيحة، غير مميز فصلاته باطلة. بارك الله فيك. نعم شرح يا رجل. يهتان صلاة يميليك هنا صلاة يبقى، هتان هنا يميليك هنا صلاة عيبك أبلا بتفشل الناس كمت.